يستحق طبعا الثلاث نقاط النهارده، كان هو الافضل طوال المباراه باستثناء 3 دقائق. الهدف الاكبر النادي الاهلي كان بيسعى ليه النهارده هو الثلاث نقاط والفوز، الحمد لله تحقق النهارده. نجم المباراه قفشه كان صانع الفارق النهارده في ربطه للخطوط والحركه الدايمه، ودايما بساطه الايجابيه للامام. الهلال السوداني النهارده بتلعب قدام فريق متكتل طوال 90 دقيقه، حتى وهو خسران 2 برضه محتفظ بالنواحي الدفاعيه. الشوط الاول النادي الاهلي اجاد بشكل كبير جدا، الشوط الثاني والنهارده كابتن اسلام يعني مباراه الاهلي والهلال فيها دروس مستفاده كتير جدا النهارده. دروس المستفاده في كره القدم وانت كسبان 2 نتيجه خادعه، لا لو انت تقدر تزود الاهداف، خاصه النادي الاهلي النهارده كان امامه يعني فريق مع احترامي للهلال، لا فريق ظهر بشكل متواضع، كنا ممكن نزيد من الاهداف النهارده، يبقى عندك اريحيه اكتر في المباراه، عشان المباراه في لقطه في الاخر كده غفله دفاعيه ممكن يخش في كده. اللي يشوف اللي يسمع نتيجه المباراه يعني تقصد يقول لك ان الماتش يقول في سجال النهارده في بين الفريقين، كان دي 73 17 الاهلي تسيد المباراه باكملها، فعشان النهارده كده ده درس مهم جدا لازم لعيبه النادي الاهلي تتعلم منه خلال الفتره اللي جايه. الدرس الثاني المهم، لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي في البطوله الافريقيه والبطولات القادمه محتاج جمهوره. النهارده في مسؤوليات كبيره، زي ما في مسؤوليات على اللعيبه في مسؤوليات برضو على الجماهير اللي دايما بنشيد بيها، محتاجين جمهورنا خلال الفتره الجايه دايما بصفه مستمره. طبعا اللقطه الحلوه في المباراه هي النهارده نزول الكابتن محمود الخطيب طبعا للجماهير وشاف المشكله بنفسه. النهارده لما تشوف رمز كبير ومسؤول كبير يعني وحب الجماهير للكابتن محمود الخطيب يعني متواجد مع الجمهور وبيشوف المشكله، فده حاجه يعني بتقرب كمان العلاقه ما بين الجماهير وما بين الكابتن محمود الخطيب وكمان بين مجلس اداره النادي الاهلي. دي اللقطه